السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الموضوع، هذا هو موضوع تيمس جميع فئات المغرب، شرائح كيفما كان نوعها، فئات سواء فئات فقيرة أو فئات غنية متوسطة. فهذا الموضوع هذا هو مهم بزاف وفي نفس الوقت راه خطير. فكيفما كان حالتك المادية، غدولة غتوصل ليك، المعنى غتوصل ليك، ولا يكون عندك فقط غير دراجة نارية موتور وما خلصتيش واحد الضريبة ولا شي حاجة وما خلصتيهاش، ما باش تخلصها غادي تخلصها لي طري ليك وغادي تاخد فلوسها هي بلا ما يشاوروك. فالقضية كثيرة، الوقت اللي كل شي تابع التفاهة والخوخاوي، فتلوصة في الجريدة الرسمية مديرية الضرائب وصندوق التضامن الاجتماعي دوز واحد المرسوم اللي هو فيه إمكانية كبيرة أنه تولي عنده السلطة على الحساب ديالك، يعني أي في جميع البنوك المغربية يولي عند الدولة، سيغطو المؤسسات العمومية اللي كالضرائب وكالصندوق الضمان الاجتماعي، أنهم يكون عندهم إمكانية وعندهم حق أنه يدخلوا الحساب البنكي ديالك ويقتطعوا الضرائب أو بعض المخالفات اللي انت ما مخلصهاش للدولة، وياخذوا لك من الحساب ديالك بلا ما يشاوروك ولا يعطوك اي اهمية. هنا خطورة كبيرة، خطورة على الناس انهم غيولي حسابهم مباح. هو القضية ما كاينش ديك حساب شخصي ولا معلومات شخصية، ولا راه معلومات هي مفتوحة للمؤسسات العمومية بلا ما ياخذكم شك. فغير بقى واحد الاجراء صغير، هو هذا الاجراء هذا انه يكون واحد المرسوم اللي هو يكون مصدق عليه، وبالتالي راه صادقوا عليه انه غيولي عندهم واحد الولوج للحساب ديالك انت ويقتطعوا اي ضريبه ما خلصتيهاش انت. يعني انت كيف ما كان نوعك، غني ام غير غني، فقير مقدح، فانت عندك جريالات في داك الحساب ديالك وما مخلصش للدوله شي حاجه، سواء في شي ضريبه من الضريبات، عندك موتور، عندك بزاف الحوايج، او شي حاجه في الضمان الاجتماعي ما خلصتيش شي حاجه من داك المترتبات ديال الضمان الاجتماعي، فانت غادي تخلصهم بز منك وما غتعرفش كيفاش كيفاش يهزهم لك. غتلقى الحساب ديالك تقطع واحد الاقتطاع ديال واحد الضريبه من الضرائب كانت تسالها لك الدوله في واحد التاريخ من التواريخ. لاحظتوا معايا بان ما بقاش حساب شخصي او انه المعلومات انها ولات شخصيه، انما بالنسبه للمؤسسات العموميه الدوليه، يعني ديال الدوله، انه ولا عندها امكانيه الولوج الى الحساب ديالك. فردوا البال في هذه المسائل هذو، عفاكم، هذه للتنوير، للتنوير فقط، باش انسان يراد الحساب ديالو راه الاوقات غادي تتبدل، غيولي التحكم اكثر واكثر في الحسابات. نزيدكم قضيه وهي اخطر من ذلك، القضيه اللي تنقول لك اخطر من ذلك هي انه مديريه الضرائب، كلشي تندوي على المؤسسه العموميه ديال الدوله، غيعتمدوا على الاحصاء ديال اللي خادوه داك المعرف الضريبي، وداك الاحصاء ديال السكان، وداك اللي داروه، ديك الدرجه اللي داروها، هذاك الشيء اللي داروه في الاول على حساب الناس باش يخلصوهم الدوله، تخلصهم ديال 500 درهم وفي الاخير قولبوهم، دوم يدري الضريبه غتعتمد على ديك المعلومات. يعني بمعنى اش بغي نوصلو، بغي نقول لكم بانه مدير الضرائب غادي تاخذ معلومات فقط ديال داك الشيء اللي تتعيشو انت. كيفاش المصاريف ديالك تتعيش انت الشهريه، يعني واش تخلص تليفون، تتخلص انترنت، يعني تليفون تخلص انترنت، يعني تتخلص عندك الموضوع، المصاريف الاخرى ديال المشتريات ديالك وكل شيء، المصاريف الاخرى ديال الوليدات، تتخلص عندك مدرسه، تتخلص مدرسه، عندك مسائل متدير شي كلوب، تتخلص كلوب الشهر ديالك، المصاريف ديالك الشهر شحال، هادشي كلشي غيعرفوك انت شحال تخسر، المصاريف اللي كتخسر، المصاريف اليوميه ديالك انت ووليداتك، هادوك المصاريف ديالك اللي غيعرفوها انت، ما غيعرفوك شحال تتخرج انت ديال الفلوس، اوكي، وبالتالي غيفرض عليك واحد الضريبه انها غتخلصها للدوله. مثلا انت سواء صاحب شركه ولا اونتربرونور مقاول ذاتي على قد الحال، نهار مسكين مع الزمان وهذا، وتديكلاري لهم مثلا غير بواحد 2000 درهم، مثلا تديك له 2000 درهم، تدخل واحد 10000 درهم ولا 5000 درهم، اعتمادا على ديك الاحصائيات اللي غادي ياخذوا، المعلومات اللي ياخذوا ديال لي شارج ديالك،
في تخسر داك لي شارج، عندك لي شارج المازوت هنا، عندك المسائل ديال المدرسة، الوليدات، عندك مصاريف ديال كذا، عندك مصاريف، يعني راه تقيل انت، تقيل بهذه المصاريف. إلا لقاو عندك تتخرج 10,000 درهم أو 5,000 درهم أو أكثر، أم ديكلاري غير ب 2000 درهم، فهما غينزلوا عليك بواحد الضريبة على حساب داك لي شارج ديالك. هتخلص، ما يمكنش انت سيدي غادي عندك لي شارج وتدير هذا الشيء كلش 5,000 10,000 درهم وانت مديكلاري لهم ب 2000 درهم، فبالتالي غتخلص لا ديفيرونس او لا غتخلص واحد الضريبه غينزلوك ليها. يعني هذه راه ما بقاش غير الناس المقاولين، هذا الشيء كانت الناس اللي عندهم تجاره، اللي عندهم مديكلاري مع الشركات، مديكلاري مع الدوله، يعني شركه اللي هو تسموه حنايا بيرسون مورال، يعني مديكلاري عندك محل، عندك شي حاجه. لا دابا غتولي بيرسون فيزيك انديفيديوال، ذاتي، يعني ذاتي، شخص عادي ما عنده لا شركه لا ولا حزان، خدام او لا عنده المعيشه ديالو او لا محرك في شي تجاره على قد الحال، كلشي غيبدا يخلص الضرائب تاعو. يعني الناس اصحاب الناس دي فيزيك، ناس عاديين على حسب المصاريف ديالهم الشهريه ستفرض عليهم بعض الضرائب اللي هي تجي في الاخر. نعرف هذه المسائل، الدوله بغات تعمر الصناديق ديالها، كاين عندهم افلاس. راه قلت لكم في 2022 و 2023 ان الدوله غادي تاخذ مع المواطن وغتفرض عليكم بزاف، وغتخلصوا لاكيس. واش عقلتوا في ذاك الفيديو؟ تنقول لكم بانه غادي تخلصوا نتوما لاكيس، لان كاينه واحد الازمه كبيره في الافق في 2027، والناس كاين اللي كتب، كاين اللي ضحك، كيستهزأ بان هذا الشيء غير تخربيق، ورجع هذا هو الوقت ديالها، بان كلشي غادي يخلص، كلشي غادي يخلص. واحد جبايه ضريبه صغيره غتخلصها باش يعمروا الصندوق من الافلاس، سيغتو الصناديق العموميه، ماشي غير صندوق التضامن، كاين صناديق كبيره غادي تعمر من جيوب المواطنين، الناس المكدحين. فما غاديش يفرضوا ضريبه الثروه على الناس الاغنياء، انما غتفرض على المقدح صافي، اللي كادح يلا يجيب قوت 100 ديالو، ولا مضارب، ولا عنده واحد التجاره بسيطه، ولا هذا، هذوك الناس اللي عندهم مقاول ولا عنده بزاف الحوايج كلهم غتفرض عليهم ضرائب. فردوا البال هاد المسائل هذا، حنا فقط للتوعيه، على اساس ان ما تجيش تنعس على ودنيك وتقول العام زين وتبقى السنوات 5 سنين كلها وانت ما تدير حتى شي تحركات، فقط خدام في واحد المسائل اللي هي ما مقدرك يعني الشهر ديالك. فلذلك انا تنقول ديما ردوا البال هاد المسائل هذا، وعرفوا 5 سنين اللي جايه كيف دايره، ونوض شمر على كتافك، خدم. كاين ما يدار في باغ انترنت، كاين ما يدار بين ديك التليفون اللي تسمع فيه دابا معايا، فالتليفون ديالك قاد انك تخدم وتجيب الفلوس، قاد تجيب الفلوس. تنقول لكم عن قناعة، وكاين داكشي مؤمن، لكن خدم، خدم، ما تسوق حتى شي واحد، خدم على راسك باش تبني حياتك، ما تبقاش مكدح. اللي ياخذ 2000 درهم ولا 3000 درهم فمشكل كبير، مشكل كبير بزاف، ما غتعيش واحد العيشه غتولي من البؤساء. فغير التفكير ديالك، وغيروا التفكير ديالكم، وما تبعوش التفاهات، تبعوا داك الشيء ديال المعقول باش تلونسا مزيان، باش تخدم، باش يكون عندك ان بزنس كبير، باش تبني حياتك في 50 الجايه. ما غتبنيش حياتك في نهار ولا في شهر ولا في عام، امبوسيبل، ما يمكنش تبني حياتك في عام، فغتبنيها على 5 سنوات 3 سنوات المينيموم، 3 سنوات الى 5 سنوات غتبني البزنس ديالك، باش تخرج من هاد الدائره ديال البأس، ديال البؤس. فلذلك هاد المسائل ردوا لهم البال، لان الحسابات ديالكم كلها غتكون في محل يعني مترعه للدوله، وتاخذ اي حاجه تتسالها لكم، ولا ما كنتوش مخلصينها، ولا محرفين عليها، ولا تعطلتوا في الخلاص ديالها. ردوا في البال في هذه القضيه. كذلك لي بارتيكولي، مازال كاين تهربات من شركات اخرين، اوكي، لكن ديال الناس الذاتيين العاديين، كاين اللي ما تيخلصوش للدوله شي حاجه، غيولي يخلصوها بزمنه، وما غاديش يتسوقوا لهم، غتولي تاخذ هي المسائل ديالها بلا علمهم هما. فردوا البال في هذه القضيه. انا وصلت في لافورماسيون فقط، لان تتدوز بزاف المسائل اللي خاصه المواطن او اللي خاصه الناس، ولكن الناس ما تيردوش لها البال، ما تعطوش اهتمام، حتى بعد التفاهه، وغيبر غابر على الوقت اللي خاص يعرف في 5 سنين الجايه. والدوله تطبخ بزاف الامور، بزاف الحوايج اللي جايين اللي ما عارفينهاش، ما تعرفوها حتى تطبق على الناس، وغادي ديك الساعه الناس يقول كان ما كان. فردوا البال، وكون عيق وفايق كما تقولوا، ادخل في مشاريع قوية اللي غتغير لكم حياتك، موازاة بالخدمة ديالك، باش تطور من حياتك وتخرج من دائرة البؤس. فتبارك الله عليكم، كونوا ذات إرادة قوية إن شاء الله بإذن الله،
وغيروا من تفكيركم باش تغيروا من حياتكم وحياة وليداتكم. فنتمنى لكم التوفيق والسلامة. ممكن تدعمونا ان شاء الله باذن الله بلايك او بالبارتاج او لا باي شيء اللي غيفيدنا ان شاء الله باش نعطيو اكثر واكثر ونقول لكم كل شيء اللي هو مهم ان شاء الله لينا ولخوتنا المغاربه. فبالتوفيق لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.